ناحية اليمين. هنشوف هتلعبها لمين. اللاعبة مريم هاجري، مريم دي لاعبة قلب الدفاع. مريم هاجري، مريم بالقدم اليمنى، هتلعب لمين مريم؟ هنشوف ونتابع. مريم بيمنها عرضية جوه منطقة الجزاء، خطأ قاتل. مين يتابع مين؟ لسه لسه لسه. أوه، مفيش عقاب على الأخطاء، مفيش عقاب على الأخطاء. خطأ قاتل من حد اياد، لسه فيها كل. مش ممكن يا هدف مواقف وطرائف، هدف مواقف يا وطرائف. حد يقول للحد اياد احنا لسه بنلعب، حد يقول للحد اياد الكورة لسه في اللعب. يا عالكورة، مش ممكن مش ممكن. غلطة اولى، ادي الاولى وادي الغلطة لحد اياد. وعدت الكورة وكانت بتلوم نفسها وكان في لوم من زمايلها، والكورة راحت في اللعب ولسه ما كانتش واخدة بالها ان الكورة في اللعب. خطأ تاني و يعني تطفيش مش مظبوط كده، استغلته سلمى مفتاح. سلمى مفتاح، وده كان مفتاح الاهداف، مفتاح الاهداف. كوف، يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام على البينيه، يا سلام على اللمه والتصويبه. التاني شيماء مرتجي عملتها الهدافه، عملتها الهدافه، هدافه نادي سبورتنج كلوب كازابلانكا، وتاني هدافي الدوري المغربي الموسم الماضي، 21 هدف الموسم الماضي. يا سلام يا سلام، هو ده الكلام يا شيماء. شيماء والخطأ القاتل، الخطأ. لكن شوف القطعة من كوفي، وشوف الباص القوي ببطن الرجل الشمال من كوفي، واللمة الحلوة بقى هنا، والتصويبة، والخطأ، الخطأ من حارسة المرمى. حد إياد، حد إياد، خطأين، خطأين، وتتحمل جزء كبير جدا جدا من الهدف ده والهدف الثاني كله. حد اياد يعني النهارده مش مركزه، النهارده مش مركزه. وادي هدف من الهدافه شيماء مرتجي، شيماء مرتجي اعتقد هي اللي هتشوط. زينب قندوسي دايما مميزه بالتصويب من ركلات الجزاء، فعلا هي زينب قندوسي، زينب قندوسي. وفرصه تعديل النتيجه والعوده مره اخرى للقاء في الدقيقه 29. زينب قندوسي وايمان عبد الحميد، زينب وايمان، زينب وايمان، قندوسي وعبد الحميد، زينب قندوسي وركلة الجزاء لسبورتنج كازابلانكا المغربي. زينب قندوسي بالقدم اليمنى، زينب، وتسجل زينب، وتسجل زينب الهدف الأول، هدف الإنقاذ، هدف العودة إلى أجواء اللقاء. زينب قندوسي هدف بباطن القدم في الدقيقة 29 من عمر اللقاء. يا سلام يا سلام، حلو الكلام، 29 دقيقة ومعانا 3 أهداف، وجبة كروية دسمة. أتمنى إن شاء الله أصدقائي المشاهدين، مشاهدي أون تايم سبورتس في كل مكان، تكونوا مستمتعين بهذا اللقاء. في 3 أهداف في أقل من نص ساعة، حاجة جميلة جدا. وعيلة قندوسي الجزائرية، زينب قندوسي وركلة الجزاء، الركلة الثانية على التوالي. قندوسي الأولى سجلتها، التانية فين يا زينب؟ التانية فين يا قندوسي؟ التانية برضه في نفس الزاوية، التانية برضه في نفس الزاوية، عملتها قندوسي للمرة التانية، عملتها قندوسي للمرة التانية. وادي هنا بقى فرحانة سعيدة، مفيش كلام، بتوجه رسالة معينة. الرسالة لمين؟ الرسالة لمين يا قندوسي؟ ولكن هدفين مميزين جدا جدا، هدف في الدقيقة 41 وهدف في الدقيقة 29، بتعود مرة تانية إلى نقطة البداية. المباراة، المباراة بترجع ونقطة ومن أول السطر، نقطة ومن أول السطر، هدفين قندوسي بيرجعوا أفاق ليزان إلى المباراة. هدف أول بيسجله سبورتنج كازابلانكا سلمى مفتاح في الدقيقة 17، ثم هدف تاني شيماء مرتجي في الدقيقة 27، 2-0 سبورتنج كازابلانكا. اتقطعت الكرة من شيماء، توصل مرة تانية للفريق الجزائري، أمامية طويلة في ليزان، طويلة حلوة في الجنب اليمين، انطلاق اختراق، ولكن 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 مقطوعة الكرة قبل فتيحة. هذا الضغط موجود، خطأ الثالث. أوه الثالث، مش ممكن مش ممكن. نعيمة، إيه نعيمة ده؟ إيه يا نعيمة ده؟ إيه اللي أنت عاملاه ده؟ نعيمة بوهني، يا سلام يا سلام، هو ده الكلام يا نعيمة. نعيمة بترعب الحراس، نعيمة بترعب الحراس، عملتها نعيمة، عملتها نعيمة، واتسببت في الثلاث أهداف،
اتسببت في الثلاث اهداف صاحبه ال 37 عام. ادي الطويله الكوره تلعب لنعيمه وتقول لها اتصرفي. شوف ارعبت المدافعه وارعبت حارسه المرمى. وادي حصل رعب ليه اكتر من لاعبه في الفريق. وادي نعيمه خطفت الكوره، ضغطت، قطعت الكوره، ثم مررت الكوره في المرمى وكللت مجهودها، جابت ركلتين جزاء وسجلت الهدف الثالث. بتقول الكرة ما لمستش في ايدي، لكن شهندا والمساعدة الاولى يارا عاطف قالوا لمست، يبقى لمست، لمست يد وضربة حرة في مكان رائع، في مكان رائع للفريق المغربي. ادي على طول تتعلق الكرة جوه منطقة الجزاء في منتهى الخطورة. خطأ ثالث مش ممكن. حد اياد يا مسحت كل اللي عملتيه في الشوط الثاني، مسحت كل اللي عملتيه في الشوط الثاني يا حدة يا اياد يا حارسة المرمى للفريق الجزائري افاغي ليزان. ثلاث اخطاء بثلاث اهداف من الحارسة، يعني اللي هي شكلها كويس، ولكن الثلاث اخطاء لا يغتفر، الثلاث اخطاء اتعاقبت عليهم عقاب ثوري. وهنا بقى اللاعبه المميزه شيماء مرتجي ما بتكدبش خبر على طول وبتعاقب وبتسجل الهدف الثاني ليها والثالث لسبورتنج كازابلانكا عشان تبقى النتيجه 3-3 3-3. وادي اللاعبه شيماء مرتجي افضل لاعبه في الفريق المغربي سبورتنج كازابلانكا، شيماء مرتجي. مية طويلة مقطوعة، إن هنا ممكن المرتدة، مين هيستناكي؟ مين هيهنيكي؟ ودي واحدة طويلة، ممكن الرابع، ممكن الرابع، أوه عملتها المالية، عملتها أنجويسا ديارا، عملت الثالث في الثواني الأخيرة من عمر اللقاء. يا سرقوا المباراة، سرقوا المباراة سبورتنج كازابلانكا. أنجويسا ديارا بتنجح في تسجيل الهدف الرابع لسبورتنج كازابلانكا المغربي في الثواني الأخيرة من عمر اللقاء، في الثواني الأخيرة من الوقت المحتسب بدل من الضايع. البداية 2-0 لسبورتنج كازابلانكا، ثم 2-1، 2-2، 3-2 لأفاق ليزان، 3-3 وريمونتادا مرة تانية 4-3 لسبورتنج كازابلانكا. مباراة شهدت 2 ريمونتادا، 2 ريمونتادا. يا لها من مباراة، يا له من افتتاح، اجمل افتتاح، 7 اهداف في المباراة، حاجة جميلة جدا جدا جدا.